جمعة أربعة ثمانية اللي وصل يمتد داخل هذا اعتقد فيها تخطيها نصايح حقتها اللي وصل صحيح طبعا اليوم المي طافي لان كسر بلبش هذا فاستدير المي البارحه المغرب هذا احنا علوم باب المغلوان كل بيت وخلينا للشراء الى نهايه العوده ايش خط تطلع تقريبا هذا بي خط صحيح هذا خط يعني منفذ هذا خط 40 يا منفذ هذا دائره منفذ هذا اسفل العزوه النص هذا لو نفتر لا هذا انجي جنون ما يقولون اشتراك جنون اوكي كاجو عليه وش تحبون اشتراك هسه شبكه عشوائيه ثلاث اشتراكات 1000 ريال بالمواجهه هلا سعاي لفه كله ما في الالماني قيسه احسن ما يوميه عوزك 10 متاع 20 مره محمد مونت حباس سوينا كشف ميداني وتقرير تريد لفه وتسوي ليش على جماعه المي استاذ احسن المي عندنا اهم شيء المي والله هذا من المدارس المدارس لازم يعني بحثوا يجونا اي مدرسه كان بس انت رجعت حلم جبنا من حياه تنك وحليله وجايين هذا شيء انجاز عظيم يعني متابعه زاد حسام طبعا يدري بالوار رحنا وين جينا البطخه ما طول وصلنا خط الرئيسي كيف الشبكات الفرعيه الداخليه خلاص خلاص هو يعرض الباحه اشرح له اشياء شو في شو احنا 20 بيت تقريبا نزل 20 بيت قاعدين عند اخويا فقلت له قال لي روح حصي يعني انا هو راح يكون ضمن الكشف خلاص هسه هم ما اتفقوا خلاص الكشف يكون كامل وعندنا كميه من الاهالي صراحه بس من المنظمه تنفذ بس من هذا اكثر بس حاليا الطريقه الاسلاميه وش راح استاذ حسام راح يقدم لنا نعم خطوط الفرعيه. هو اشتراك يعني منو يعني؟ مدفوع على اسمه حنفي. هسه بدا الضخ يصير فيه ولا؟ ايه. هذا غادي يقعد جديد. هذا خط رئيسي واحد يسوي هذا عدا هذا مستعمل. مستعمل. هذا راح ينبغي غير هذا ان شاء الله وليس بعد ما كمل. هذا اللي عملتم عليه الشمعات. هذا الوقت. وهذا هو ده شيء ما تسويه